النهاردة إن شاء الله لمريض السكري معانا أقوى وأفضل عشبة بتنظم السكر في الدم وبتنظم الضغط، يعني 2 في 1. ومعظم انتوا عارفين مريض الضغط مع سكر، وبنسبة كبيرة مريض السكر بيجيله ضغط، فاحنا عايزين عشبة دي اتطلبت منا كتير، 2 في 1، ضغط وسكر. مش هطول عليكم في الفيديو، ما تنسوش بس تعملوا لايك وشير قوي لصفحة وقناة الوصفة السحرية عشان ان شاء الله هقدم فيديوهات كتير هتعجبكم. ايه العشبة اللي معانا بقى الخطيرة قوي اللي بتظبط السكر والضغط، اللي هي المورينجا؟ الايه المورينجا دي؟ تتجاب من عند اي عطار تقولي له انا محتاجة عشبة المورينجا. المورينجا ممكن يديها لك مطحونة زي ما انت شايفة كده، ودي حاجة حلوة، او بيديها لك مثلا ورقة، بتبقى ورقة كبيرة، بتبقى عصاية كبيرة او عود كبير زي ده، وفي الاخر ايه ورقة عادي، الاتنين برضو واحد. هقولك ازاي وازاي تستخدمي. اول حاجة لو عايزاني اعمل معاك الوصفة في الاول هعملها، وبعد كده هنتكلم مع بعض كلمتين كده عن اهمية المورينجا لمريض الضغط والسكر. اللي هنحتاجه، هنحتاج ايه عشان نعمل الوصفة؟ هنحتاج كوب معايا، ده كوب عظيم جدا جدا في تنظيم الضغط والسكر. هاخد معلقة من المورينجا. من ايه بقى؟ بصوا بقى دي العشبة ذات نفسها، دي ايه العشبة، هاخد معلقة منها وهضيف. عايزة تاخدي شوية كمان مفيش مشكلة، يعتبر من احلى الحاجات لمريض السكر. هننزل بمية سخنة معانا كده، نكون مسخنين مية اهي، يا جماعة دي حاجة عالمية. بصوا اول ما تحطيها هتلاقي اللون معاك اتغير للون الاخضر، لون العشبة اصلا. هنعمل ايه؟ هنجيب حاجة نغطيها لمدة 10 دقايق. بعد 10 دقايق هنعمل ايه؟ اهي بعد 10 دقايق هنعمل ايه؟ هنبدأ نصفي الشوايب دي ونستخدمها. هنسيبها 10 دقايق كده، وهتكلم معاكم بس كلمتين واقول لكم في اخر الفيديو ازاي تستخدمه. طيب هو ليه اخترنا عشبة المورينجا؟ طب انا ممكن كنت اجيب عشبة، اي عشبة تانية، لا ليه؟ دي من احلى الاعشاب اللي تستخدم في الهند، الهنود بيحبوها جدا في تنظيم السكر، يعني دي مستعملة قبل كده عشان ما حدش يضحك عليك، لا دي طريقتها مستعمله. طيب ايه اهميتها؟ بتعالج الالتهابات الداخليه وبتعالج الجروح، لان مريض السكر انتوا عارفين لو جه جرح في ايده او حاجه بيعمل مشكله، ان هو الجرح بيلتئم متاخر، بياخد فتره كبيره جدا وتاخد ادويه وكده. لا، العناصر الغذائيه اللي موجوده في عشبه المورينجا بتخلي الجرح يلم بسرعه. طيب بتعالج ايه تاني؟ بتعالج الكوليسترول، ودي مشكلة كبيرة. المريض السكري مع الوقت بيشتكي من امراض القلب والجلطات وامراض كبيرة قوي قوي كده، ربنا يشفيهم ويعافيهم يا رب. لا ان شاء الله بدي تعالجه. الامساك برضو بتعالج، مشكلة الجهاز الهضمي بتبقاش مظبوطة مع مريض السكري، فاللي يظبطها عشبة زي دي. طيب تاني حاجة بتعمل تليين في المعدة. تليين، عشان مريض السكري اصلا معروف اللي بيجي له امساك، لا بتعالج. بتعمل ايه برضو؟ حاجه بقى اقول لكم خلوا بالكم منها، هي ميزه بس ساعات بتقلب عيب. ايه هي الميزه؟ ان المورينجا بتقلل السكر بشكل سريع. يعني ايه شكل سريع؟ يعني لو سكرك 300 وخدت كوبايه زي دي، سكرك ال 300 ده فجأة تلاقيه 120 130، ايه ده نزلته بالسرعة دي؟ عشان كده لو سكرك مثلا عالي عن 200 تاخدي كوباية واحدة. هقولك تستخدمها ازاي في اليوم عشان ما تخشيش في مشاكل كبيرة. يبقى هي ميزة وساعات بتقلب عيب، ان هي بتنزل السكر بشكل سريع جدا. طيب احنا اتكلمنا كده عن مشكلة السكر، ومشكلة الضغط اللي هي بتوسع الأوعية الدموية. عشبة مضرة للبول. يعني ايه مضرة للبول؟ حضرتك الضغط بيزيد عشان السوائل بتتحبس في الايه، في الجسم، فالوصفة دي بتنزل كل السوائل في البول. طيب احنا خدنا المميزات عشان ما نغفلش، وعشان ما بقدم لكم المعلومة كلها. ايه هي الأضرار او الآثار الجانبية لوصفة زي دي؟ اثارها الجانبيه،
زي لسه قايل له، ودي حاجة مهمة. لو سكرك عالي أرقام بسيطة، يعني أرقام بسيطة زاد 20 30 عن الطبيعي، ما تاخدهاش. ليه؟ لأن هتقلل السكر بسرعة جدا، ودي ممكن تدخلك في غيبوبة سكر واطي، ودي بتموت على فكرة. طيب تاني حاجة، ممنوع للناس اللي عندهم خمول في الغدة الدرقية. المورينجا ممنوعة للناس فعلا اللي عندهم خمول في الغدة الدرقية، برضو بتقلل الضغط بشكل سريع. يعني لو ضغطك مثلا عالي كده فجأة مرة واحدة، عالي عن الطبيعي، هو الطبيعي كان 120 بقى 140، لو خدتي كوباية من دي تقلله كتير، فتخلي بالك بتقلل الضغط بشكل سريع وبكمية كبيرة. طيب كده الحمد لله قلنا مميزاتها، وقلنا ايه خلوا بالكم من ايه، ومين اللي ياخدها ومين اللي ما ياخدهاش. طيب زي ما احنا قلنا، الاوراق دي العيدان دي بتترمي، دي ملهاش لازمة، احنا عايزين المطحون بتاعها، الورق بتاعها. طيب تيجي بقى الاهم وافضل واقوى نقطة، ازاي نستخدمها. خلاص انا اهو عدى مثلا 10 دقايق، ابدأ اصفي كل اللي انتوا شايفينه ده، اجيب حاجة اصفي بيها واشيلها، هيتبقى معايا المية دي. مية المورينجا دي مشروب عادي، كأنك بتشربي مثلا ينسون، حاجة تشربيها في اليوم كده. والورق بتاعها ده عادي، ده ممكن تمضغيه عادي، بس الناس اللي مش هتقدر تمضغه تشيله تصفي. طيب الوصفة دي تتشرب كام مرة في اليوم؟ هقولك، أول حاجة بتتاخد مرتين في اليوم، الوصفة دي بتتشرب مرتين في اليوم، تمام؟ ولازم لازم تمشي عليها لمدة 3 شهور. يبقى انت هتعملي ايه؟ هتحطي نص معلقة من المورينجا على مية سخنة، وتشربيها مرتين اتنين في اليوم، كأنك تبدلي بقى، لو انت بتشربي قهوة لا اخليها مورينجا، لو بتشربي اي حاجة تانية خليها ايه مورينجا. وبخلي بالك لو انت، واحنا بناخدها ليه يا جماعة؟ عشان نظبط السكر والضغط. لو انت بقى سكرك زاد بمعدل 20 30 اللي هي مش حاجة كتيرة قوي، تشربي كوباية زي دي واحدة بس في اليوم. يبقى لو انت سكرك عالي عن التلتميات اشربي مرتين في اليوم، لو عالي عن مثلا لسه في الميتينات اشربي مرة واحدة في اليوم. يبقى شرب المشروب ده بيعتمد على سكري بقى 200 ولا 300، سكري زاد 20 درجة ولا 30 درجة، زاد 100 ولا زاد 50. فالوصفة مهمة، بس استخدموها بحكمة. لو استفدتوا في نهاية الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك كتير وتشيروا الفيديو ده لناس كتير، عشان في ناس كتير تتمنى ان حد يفيدها بمعلومات زي دي. شكرا جدا، في نهاية الفيديو.